في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اسكتلندا، انتخب حمزة يوسف زعيماً للحزب الوطني خلفاً لنيكولا ستيرجن، وذلك بعد حصوله على دعم واسع من قبل أعضاء مجلس الشعب الاسكتلندي والبريطاني، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه. وسوف يؤهله هذا ليصل إلى منصب الوزير الأول، أي رئيس مجلس الوزراء. ويعتبر يوسف أول زعيم لأقلية عرقية في حكومة مفوضة. وينحدر الرجل صاحب 37 عاماً من أصول باكستانية، حيث وصل والده إلى البلاد مهاجراً في 60ات القرن الماضي، بينما والدته تنحدر من عائلة في جنوب آسيا وولدت في كينيا، وهذا ما جعل يوسف يتعرض للكثير من العنصرية بحسب ما قاله هو نفسه. وقد حصل على تعليمه في مدرسة خاصة في مدينة غلاسكو ودرس السياسة فيها، ثم عمل في مركز اتصالات لبعض الوقت، وبعدها عين مساعد برلماني لبشير أحمد عضو البرلمان الاسكتلندي، ثم مساعدا لأليكس ساموند. بعدها انتخب عام 2011 في قائمة الحزب الوطني في منطقة غلاسكو، ليعينه سيموند بعد سنة واحدة كوزير أوروبا والتنمية الدولية، بينما وصل في عام 2016 إلى منصب وزير النقل بعدما فاز بمقعد دائرة غلاسكو بولوك من حزب العمال، وهذا كان أول شخص من أقلية عرقية يشغل مقعدا في البرلمان الاسكتلندي. وفي عام 2018 عين بمنصب وزير العدل بتكليف من ستيرجن بعد تعديل وزاري، بينما استلم حقيبة وزارة الصحة في عام 2021. واللافت في الأمر أن المؤيدين لحمزة يوسف يقولون بأنه يتمتع بقدرات عالية في الحوارات، وهو أفضل شخص يمكنه توحيد الحزب الوطني والمحافظة على الاتفاقية المعمول بها لتقاسم السلطة مع حزب الخضر، كما إنه الوحيد من بين المتنافسين الذي صرح بأنه سيطعن في قرار الحكومة البريطانية منع إصلاحات الوزيرة الأولى ستيرجن بشأن الاعتراف بالنوع الاجتماعي في المحاكم. فقد صرح جون سويني نائب الوزير الأول أن يوسف سيكمل الرحلة نحو الاستقلال، فيما يتهمه معارضوه بأنه فشل في مجمل مسيرته المهنية كوزير في الحكومة، ولم يحقق إلا نجاحات محدودة، وخصوصا من قبل منافسته في الحزب الوطني كيت فوربس التي ادعت بأنه فشل تماما في جميع الوزارات خلال مناظرة بينهما على الهواء مباشرة. ما رأيك في وصول رجل مسلم إلى رئاسة مجلس الوزراء في اسكتلندا؟